نسولف سالفة عن الإمام علي وعن فترة أهلنا. يقولون أكو عجوز عايشة بالهور، هي وولادها اثنينهم، هم تشوتها وهم كواديدها، يشتغلون يرحون للهور، يجيبون القاسمة الله يصيدون ويرجعون للبيت. يوم من الأيام اجوهم خطار، اجوا لهاي العجوز خطار، وكان ولدها ما موجودين نازلين بالهور، وبس هي بالبيت وما كان عندها غموس ولا عندها فلوس تضيفهم. واحنا طبيعه اهلنا يستهضمون اذا يجي خطار وما عنده شيء. ظلت هي محتاره يعني منين تجيب لهم ذولي. قالت خلي اروح لجارنا، وقبل الجار اخو كل شيء تطلب من عنده تتعنى عليه، يعني انت ماين. بس هذا جارها كان شويه يعني بخيل مو كريم مثل ما نقول، فراحت على جيرانهم واسمه ويجل، قالت لأخوي أنا محتازة دينارين، أريدك تطينا على ما يجون أولادي، أريد أضيف الخطار اللي عندنا خطار. قالها وأنا منين أجيب لك؟ منين اللي أنا هسه فلوس؟ أنا لو أكد على عيالي. هي كلش هضمتها هاي الحكاية، راحت تعنت على بيتهم، رجعت وهي تباوع خطارها بالديوانية، عندها صورة للإمام علي عليه السلام بعد عينه خلت ايدها على الصورة وقالت وين الله والكرار ويردهم بساع، حرمة ولف الخطار وما لف الزع. لفت راحت توجهت وين؟ توجهت على الهور وتباوع، بلك واحد يجي يبين عليها عين والي مثل ما نقول، يبين عليها عين والي من اهلها من ولدها ويجي. وهي تباوع ومقهورة، ولن أقبل عليها المشحوف ومحمل خيرات الله وأجولدها. هوست هي ذيك الساعة، قالت بيّن بلمنا وبيّن الخير، وعسى خيل العدع له ويجل تغير، تنهب حلالة وتطلع اللير. وما قصر حيدر ويانه، ما قصر حيدر ويانه.